بسم الله. في برنامج الاوتوكاد ممكن تعمل سيلكت لاي عنصر بان انت تيجي تضغط عليه، وممكن لو دوست كنترول تضغط على اكثر من عنصر بالشكل دوت. ولو حاجة دوست عليها غلط تعالى ودوس شيفت وانت تعمل استثناء الموضوع ده، او ممكن دوس الماوس الشمال وتسحب بالراحة، دوس مرة وتشيل ايديك وتسحب وتمشي. اي حاجة تلمسها لو انت ماشي من اليمين للشمال، مجرد ان انت تلمسها خلاص هتيجي معاك بالشكل دوت، تمام. انما لو دوست وشلت ايديك وبدأت تمشي من الشمال لليمين، لازم تعمل سيلكت الكول، لازم الستيل اللي انت بتعمله دوت يعمل سيلكت العنصر كله، تمام. يعني عند مثلا الدورية دي، تمام، انا ماشي اهوت مش جاي معايا في سيلكت الا لو كلها جت معايا في قلب المستطيل دوت، عكس من اليمين للشمال لازم تيجي بشكل دوت. لو انا دوست الماوس وفضلت دايس مش هيجيب لي مستطيل، هيجيب لي حاجه بالشكل دوت عشان اقدر اعمل سيلكت بالشكل دوت، اقدر اختار الحاجه اللي انا عايزها واستثني الحاجه اللي انا مش عايزها، فبتديني تحكم اكتر الى حد ما.